دمرت فكره البرنامج. احنا متخانقين دلوقتي، شافتني اعجبت بيا اتبهرت. عمر بقى ما كانش الشخصيه دي خالص بقى. بيقولوا يعني ان الجواز احيانا بيعطلك عن الطريق اللي انت مختاره لنفسك. ان انت لما بتتجوز ربنا بيفتح لك طريق كده كرم تمشي فيه. الله عليك. اي حاجه تطلع منك. غسيل ومش هي اللي بتغسل، طبيخ ومش هي اللي بتطبخ. انت كده هتروح معانا النهارده. محمد صلاح عمل لي كومنت، ما عمليش فولو بس عمل لي كومنت. قد ايه شايف فكره ان انتوا تبقوا اصحاب ده حاجه مهمه جدا في حياه اي كابل يعني؟ لا اسئله عجبانيه قوي الصراحه. في الذكاء هي مديك واحد من 10. شكرا ليك. ربنا يخليك يا سلمى. ازيكم؟ عمر منيري وسلمى. يعني كتير متابعينكم الفترة اللي فاتت وبنشوف فيديوهاتكم الجميلة، وعمر عمال يخوفنا كل شوية بالفيديوهات بتاعته. لكن قلنا بقى ناس كتير ما تعرفش عنكم انتم، احنا جايين النهاردة عايزين نعرف حكايتكم انتم مع بعض، تعرفتوا على بعض ازاي، ابتديتوا ازاي، حكايتكم بقى مع بعض كلها. اتفضلي يا حبيبتي. لا لا اقول عادي. لا والله. لا انا كنت يعني تعرفنا على بعض في الجيم، كنت جاية يعني كنت لسه نقلة من اسكندرية للقاهرة، فتعرفنا على بعض واتكلمنا وكده، وبعدين اتخطبنا على طول يعني، قرينا فاتحة بعدين اتخطبنا، وبعدين سنة خطوبة وبعدين اتجوزنا يعني. لكن انتوا دارسين في مجالات مختلفة، ما فيش اي حاجة يعني، مش بادئين مع بعض من زمان ولا حاجة، هي جت صدفة كده في الجيم. كانت انت يا عمر كان بالنسبة لك ده الوقت اللي انت عايز تتجوز فيه، ولا سلمى هي اللي خلتك انت عايز تتجوز سلمى؟ والله انا اتخطفت يعني، انا معرفش اتجوزت ازاي، هو الموضوع مش عارف خد سرعة غريبة، ولقيت نفسي قريت فاتحة في خطوبة في جواز يعني، عارف الموضوع اتخطفت يعني. بس انت اللي كنت مصمم. يعني ايوه ماشي يعني، سلمى اللي خليتك عايز تتجوز. مش العكس، مش انت كنت عايز تتجوز فبتدور على عروسة. لا دي كانت صدفة. طب قولها ما تتكسفش يعني، اعترف ان سلمى هي اللي خليتك. طبعا. لا احنا كنا قابلتها صدفة وشافتني اعجبت بيا اتبهرت. واضح ان مش حقيقي الكلام ده. مش حقيقي. لا عجبت بيها طبعا، وقعدت اتكلم معاها فترة كبيرة قوي، وكنا بنتكلم كتير كتير قوي يعني، كنا بنتكلم 6 ساعات في اليوم. قعدنا بقى كده 6 شهور وقرينا فاتحة، وبعد كده اتخطبنا بعدها ب6 شهور تانيين تقريبا. صح تقريبا. وكنت بروح لها اسكندريه كتير، هي اسكندرانيه وانا الكهراوي. احلى. ففتره الخطوبه دي كانت مشوار، فانت لما بترتبط بحد في محافظه تانية بتتشجع ان انت تتجوز، بس عشان ما تاخدش المشوار يعني. ده اللي شجعك على الجواز؟ تيجي جنبك. لا عشان المشوار يعني، وتروح هناك. فالمشوار خلاك تتجوز بسرعه؟ لا مش قصدي كده والله، قصدي يعني عارف، انت فاهم قصدي. ايه اللي خلاكي لما شفت منيره تطمنينه وتقولي تمام انا موافقه بالشخصيه دي ان هو يبقى جوزي يعني، اللي هكمل معاه حياتي كلها بعد كده؟ وخصوصا انت كان سنك صغير لسه. كنت 24 مثلا، 25. كنت 25. بس لا عمر كان من الاول يعني، هو بجد مش بقول كده كليشيه يعني، بس هو بجد شخصيه طموحه جدا ومحترم جدا. شكرا. ولا والله مش بافور يعني، بس يعني عارف لما تستريح للشخصيه قدامك بتحس ان في توافق انتوا الاثنين مع بعض، واحنا الاثنين كنا فاهمين بعض قوي في الاول، وفي اتراكشن كده ما بيننا. فغير بقى ان هو شخصيه متطلعه جدا وعنده طموح وشخصيه محترمه وابن ناس يعني. بس فالحمد لله عدت. بعد الجواز كل الحاجات الجميله دي لقيتيها لسه موجوده في عمره؟ لا لا بجد قصدي، لا 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 بجد لا، اكيد طبعا اتعودنا على بعض اكتر بكتير. لا انا بتكلم على الصفات الحلوه يعني، البني ادم في البدايات بيبقى عايز يظهر احلى ما فيه. عمر كان كده ولا عمر, عمر كان بقى كانش الشخصيه دي خالص بقى يعني؟ عمر اصلا ما كانش الشخصيه اللي هي بتحاول تبينني ان هو دي احلى حاجه فيا خالص من الاول يعني. لا كان طبيعي جدا وكان عادي خالص، بالعكس انا حاجات كتير عرفتها يعني through the period اللي احنا عرفنا بعض فيها يعني، مش قبل كده. بس عمر ازاي سلمى وانت شفتها زي ما بتقول كده في 15 دقايق، حسيت ان في حاجه او في اسباب معينه خليك تحس ان سلمى دي هي اللي انت عايز تتجوزها، رغم ان هي مش في دايرتك، مش معاك في الشغل، مش في المنطقه، مش من صحاب النادي، ما كنتوش بتدرسوا سوا مع بعض مثلا، او ايه الحاجات اللي شفتها في سلمى حسيت ان هي دي اللي انا عايز اتجوزها يعني؟ لا بص، هو البنات كلها شبه بعض يعني، كل بنات كويسة وكل بنات شبه بعض، فيهم نفس المميزات والعيوب، بس هي سالكة طيبة
مش بتشغل دماغها. صافية بيبي من جوه مش بتشغل دماغها بشكل سيء يعني. لا لا بتشغل دماغها في الحاجات التانية بس قصدي يعني مش عارف انت كده يعني. وبيبي يعني مش عايزة اي حاجة مش بس. فدي من الحاجات برضو قوة لذيذة مضحكة. احنا متخلقين دلوقتي فالكلام ده طالع من حسيت كده شو القلب قوي. لا والله بس احنا اتصلحنا خلاص. عايز اقول لك ان هي اللي بتصور الفيديوهات بتاعتي. طب يعني انت بتتخانق معاها ازاي؟ طيب ما ينفعش يعني مصلحه يعني. لا لما اجي اتخانق معاها بتقول لي طب ماشي هي عارفه في الوقت ده تقعد وتصوريني. لا صوري لا. وطبعا بابا لما بيصورني بيبص بيجيب السمك فلازم اصلحها قبل التصوير. بس يعني فكره القفشه او ملاش لون خناق او الزعل من بعض ده طبيعه العلاقات ما بين اي اثنين يعني. ازاي انتوا بقى بتتجاوزوا المشاكل دي بصراحه؟ وهل هي بتطول معاكم ولا بتعرفوا تعدوها بسرعه؟ لا يعني الحمد لله بنعديها بسرعه. بس هو طبيعي اول سنه دي يبقى فيه ابس اند داونز يعني. كده كده لسه بنتعرف على بعض وطباع بعض وكل الكلام ده. بس يعني الحمد لله لغايه دلوقتي يعني مشاكل بتعد. بس هو طبيعي طبعا بنتخانق وبنتخانق كتير على فكره. بس عادي يعني الحمد لله مفيش حاجه ميجر كبيره يعني. انت اللي بتبادر دايما تصالحها ولا العكس؟ هو اللي بيبتدي الخناقه. فهو اللي فهو طبيعي هو اللي يصالحني. ده حقيقي؟ لا طبعا. لا حقيقي. لا طبعا عادي يعني مش مشكله. صدقني مش مشكله. الفيديوهات بتاخدك شويه من او شغل الفيديوز اللي انت بتعملها كتير. بتاخدك شويه من سلمى ولا كتير بتزعلي جدا؟ بجد واخد كل الاتنشن شغله وفيديوهاته وحاجاته واخده بجد الاتنشن كله. بس انت بتدعميه فيها يعني. هو أكيد. هو اصبح دلوقتي جزء من حياته وشغله يعني. هي جزء من شغله فطبيعي جدا ان الزوجه يعني بتقف جنب جوزها في الحاجه دي. بتعمليها بحب ولا حاسه ان هي واخده من الوقت وانت متضايقه؟ لا لا بصراحة. خالص لا لا خالص بالعكس. انا لما يعني انا يعني تقريبا لا اكتر واحده بسبورت هم في الحاجات دي. بس طبعا بتضايق لما اللي هو بقى خلاص يعني وقتي بقى شويه فاهم. مش طول الوقت صبح وبالليل وفي نص اليوم طول الوقت الحاجات دي. بس واقفه جنبي وبتصورني كل يوم حتى لو متخلقين بتصورني. النهارده لا برضه النهارده لا. هي واحنا متخلقين انا عارف ليه هتصورني غير بقى لما دي اول حلقه نسجلها معاكم اللي هم متخلقين يعني. مفيش اي حاجه جديده. لو هي قفشه قوي بتقول والله مش مصوره ساعتها بقى بس هي ما حلفتش. فانا عارف اللي بتقول ايه كده. بصراحه يعني النهارده برشيها اقول لها اديكي كذا برشيها تقول لي طيب ماشي. على حسب. انتوا كده تميتوا سنه جواز ولا لسه؟ احنا ان شاء الله شهر 2 هنبقى سنه. كتير بيعتبروا ان اول سنه دي بتبقى اصعب سنه. انتوا حاسين ان هي اصعب سنه؟ وفي طبعا من وجهه نظر ثانيه بيقول لك ده احلى سنه عشان كل واحد بيحاول يبين للثانيه احلى ما فيه يعني. فانتوا حاسين بايه فيهم؟ انت حاسس بايه؟ ولا اكتر سنه غلسه لسه ولا انت حاسس بايه؟ لا بيبقى خلاص اتجوزنا فخلاص بقى يعني. الحاجات العيوب بس هو مفيش عيوب قوي يعني. هو بيبقى عارف انت لما تقعد تقابل حد كل يوم كل يوم كل يوم يعني فاهم اكيد هتتخانق معاه. فهو الجواز كده كل يوم كل يوم كل يوم. فاي حاجه ممكن اي حاجه صغيره كده. وبعدين هم بيحبوا يعملوا الدراما ومسلسل يعيشوه. لا انا مش دراما كوين. فموقف صغير قد كده هوبا اكبر اضرب. انا عايزه النهارده انا زهقانه لازم نعيش. انا بقول معاك كده. تدمرت فكره البرنامج يا يعني. لا والله يعني مش ممكن مشكله صغيره يا حوار. انا اي حد بيسالني بيقول لي الجواز حلو ولا لا بقول له حلو جدا والله. وبالذات لو معاك حد بيزقك وبيدعمك لا بيبقى حاجه. وانا بحس ان انت لما بتتجوز ربنا بيفتح لك طريق كده كرم تمشي فيه بجد يعني. قبل الجواز الدنيا بتبقى معصلجه بتشتغل كل يوم بتاع بس الدنيا مقفوله. اول لما بتتجوز في ابواب كتيره انت مش عامل حسابها بتجي بكرم والله العظيم بيجي لك. خلفه نفس الحاجه بس الجواز فعلا يعني. الجواز جالي فيريفيكيشن انستغرام جالي شغل جديد مثلت في مسلسل في رمضان حاجات كده يعني. فلا لو نيتك صافيه وسالك كده
بيبقى كرم يعني، بالذات لو عندك واحدة أجمل واحدة في تاريخ العالم. شكرا. حلو ده. شكرا. يعني ربنا كرمك عشان بوجود سلمى في حياتك. لا ده طبعا والله احنا بنعمل احنا يعني انا ساعات بحب انكشها كده قدام في السوشيال ميديا بس بيبقى هزار. أيوة. وناس بتبقى عارفه اللي هو هزار. مره عملنا كيو ان اي كويشن انسرز، الناس بتسالنا وبنجاوب. ففي واحد نزلته ومحمد صلاح عمل كومنت عليه ضحك، ده كان من اكبر اقوى يعني اللحظات في حياتي طبعا. انا اصلا عملت فيديو عليها اللي محمد صلاح عمل لي كومنت، ما عمليش فولو بس عمل لي كومنت. مرضاش يعمل لي فولو، مش مشكله. كان السؤال بيقول الصاروخ المصري ولا الروسي، ده كان السؤال فاكره. فانا جاوبت ورحت قايل لا في مصر عند في روسيا عندهم صواريخ، بس احنا في مصر هنا عندنا قنابل مثيره للدموع. ومنتهيه الصلاحيه كمان. فهي اصلا كانتش عارفه هي مش فاهمه، ما قضتش ليه فيه. ما كنتش فاهمه بجد. نزلته من هنا بوم 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 صلاح وهو قاعد قبل ما ينام شافه. بس يعني احنا بنعمل الحاجات كده، بحب الكوشه هي تكوشني، بنحاول هو كوميدي فاهم اللي هو بنهزر يعني، عارف المشاكل بناخد المشاكل اللي هو المشاكل اللي بتحصل بين الكابلز، علاقتك انت وحماتك، علاقتك مش عارف ايه، وبنوصلها بطريقه اللي هو كلنا عندنا مشاكل والدنيا حلوه وكوميدي وبتاع فاهم كده يعني. الخيانه بس في اطار اللي هو لا ما ينفعش تخون وانا عمري ما اخون والكلام ده كله، بس بنطلع افيهات كده بتريح الكابلز تبعتها لبعض، بيبقى هزار يعني. قد ايه شايف فكره ان انتوا تبقوا اصحاب ده حاجه مهمه جدا في حياه اي كابل يعني تبقوا اصحاب، تشاركوا بعض في الحاجات اللي انتوا بتحبوها، تخرجوا مع بعض كاصحاب مش كراجل ومراته يعني. ازاي بتشوف ان الصحوبيه ما بين اي كابل دي حاجه مهمه جدا؟ بجد حاجه مهمه جدا. ان انت يعني انا بشوفها من وجهه نظري كده، ان اللي انت لو مفيش حاجه كومن ما بينك وما بين البارتنر اللي معاك، فانت اصلا مفيش اي حاجه انترستنج في الموضوع. يعني لو انا بحب حاجات وهو بيحب حاجات، مش هنلاقي حاجه تجمعنا، فاهم قصدي يعني؟ فلا طبعا دي حاجه مهمه ان احنا نبقى اصحاب، حاجه مهمه ان احنا يبقى في حاجات كومن ما بيننا احنا الاثنين بنحبها، مش شرط تبقى كل حاجه بس يعني اتليست شويه حاجات فاهم، ان هي تمشي الدنيا وتمشي الحياه، نبقى بنحب نعمل حاجات مع بعض. فدي حاجه يعني انا من وجهه نظري دي حاجه مهمه جدا. مين اشطر ان هو يطلع الحاجات المشتركه ما بينكم؟ يعني انت بتعرف تحس ان والله دي حاجه حلوه بيني وبين سلمى فانميها بقى ونشتغل عليها ونعملها اكتر وكده، ولا سلمى اشطر؟ لا انا. انت اشطر كده بكتير. بيستجيب طيب ولا sometimes؟ مش قوي بس يعني لا انا طبعا انا اللي ببقى مركزه اكتر. هو عمر يعني بركز قوي قوي في شغله وفي اللي هو بيعمله، قدامه تارجت عايز يوصل له وكده، بس انا اللي ببقى مركزه على تفاصيل حياتنا اكتر، فاهم قصدي؟ يعني دي اكتر حاجه انا ببقى كين قوي ان انا الحاجه دي تكبر ونبقى مركزين فيها، واحنا الاثنين بنحب نعمل دي واحنا الاثنين كده يعني. بس عمر كتير بيعتبر ان الجواز احيانا، او بيقولوا يعني ان الجواز احيانا بيعطلك عن الطريق اللي انت مختاره لنفسك، يعني بقى عايز تكمل في شغلك، عايز تعمل حاجه كده، حسيت بده فعلا ولا الجواز كان سبب انك تنجح اكتر وانك يديك دفعه او حافز انك تنجح في حياتك اكتر يعني؟ بص انا بالنسبه لنا لا طبعا ده دفع ودفع كبير جدا يعني اللي انت تتجوز وتشيل مسؤوليه وان انت عايز تعيش مراتك في مستوى معين، لا بيديك دفع اللي انت بدل ما كنت مريح واللي هو عادي جت الشهر ده ما جاتش قوي انت كيك عادي مش فارقه ممكن تقعد تاكل من البيت وما تنزلش خالص. الجواز لا بيبقى عند الزوجه بيبقى عندها متطلبات على حسب يعني كوافير نيلز تخرج مع صحابها تخرج مع صحابها الكلام ده كله انت بتبقى خلاص انت مسؤول عنها، وبالذات لو هي مش بتشتغل يعني، فلازم تبقى يعني بتعيشها في مستوى معين. فده معظم الوقت بيديك دافع ان انت لا انا دلوقتي مسؤول، فالمسؤولية دي بتزقك ان انت تكبر في شغلك وتطمع وعايز تكبر. ولما بتخلف بقى بيتضرب في 10، فلا الجواز على حسب شخصية الراجل. سلمى حسيت ان عمر عطلك شوية عن اي حاجة بتخططي فيها في شغلك او التزامك تجاه الجواز يعني وتفاصيله، عطلك عن اي حاجه ولا؟ لا خالص خالص بالعكس، ده هو اللي بيشجعني يلا اعملي يلا صوري يلا نزلي يلا. لا بالعكس خالص،
ده انا اللي يمكن مريحه شويه، ما اعرفش اول سنه دي قلت هاخد بريك كده من حياتي بس. فلا عمر بالعكس هو اللي دايما يلا اعملي سوي خلي كده يعني. ماشي. عمر لما جيتوا ابتديتوا يعني اتخطبتوا واتجوزتوا، اتفقتوا على حاجات معينه او قواعد معينه للبيت ده، ولا هي جت صدفه يعني انتوا من واقع تجاربكم مع بعض لقيتوا نفسكم اتفقتوا على حاجات من غير ما تتفقوا عليها؟ قواعد معينه للبيت، لو احنا مثلا زعلنا مع بعض احنا مش هننام غير واحنا متصالحين كده، ولا هي جت لوحدها؟ طالما بتحب الاثنين بيحبوا بعض الحاجات دي بتبقى تلقائي جدا. يعني عايز تطبخي اطبخي، مش عايز تطبخي ما تطبخيش، عايزه اي حاجه اعمليها يعني انت حره، مفيش جو بقى لازم تعملي كذا. يعني انا شايف ان احنا نادرا قوي لما بننام زعيم من بعض خالص، شبه مستحيل يعني. يعني الموضوع لا، الموضوع مش رولز قد ما هو يعني حاجه فيلينج، يعني حاسه ان هو فيلينج اكتر من هو كانت رول متفقين عليها. انت حسيتي مثلا ان ده ما بيزعل عمر فمش هعمله، او العكس يعني؟ يعني حتى حتى مثلا ان انا اعمل اكل او ما اعملش، لا انا ببقى حابه يعني على قد ما بقدر. انا اكلي وحش كده كده. لا ما تقوليش كده، يعني على الله اقول كده ما ينفعش اقول كده. لا ليه؟ لا لا ليه؟ اكلك حلو، لا عليك اي حاجه تطلع منك حلو بس فلا بحسها هي الموضوع يعني جاي من فيلينج اكتر من ان انت هي رول وان انا احنا اتنين ماشيين عليها، سواء بقى في زعل او في حاجه روتينيه في حياتنا يعني. يعني انا طبعا بهزر في الاول لما كنت قافشين على بعض ولا حاجه، بالعكس انا مبسوط ان احنا بنبين الحياه زي ما هي. فكتير بقى بما انكم كنتوا يعني ناس على السوشيال ميديا وبتحبوا تصدروا للناس حياتكم، او يعني بيشوفوكوا كتير على السوشيال ميديا وبنكم متابعين كتير، انتوا تبقوا قاصدين تبينوا الحاجات الحلوه بس والحاجه جميله وورديه، ولا انتوا بتشاركوا الناس كل اللحظات؟ وانت ايه رايك، الصح انك تشاركهم كل اللحظات الحلو واللي وحش او لو في مشكله او حاجه، ولا انك تبين بس ان الحياه حلوه وورديه؟ فده طبعا بيأثر احيانا بالسلب على الناس التانيه. لا انا بحب ابين الحاجات اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل بين اي اتنين متجوزين. بص فكره ان انا اطلع وكل حاجه كل شويه بنحب بعض احنا حياه وردي الكلام ده كله، ده مش صح. احنا ممكن ناخد المشاكل اللي بتواجهنا ونصدرها للناس بطريقه كوميديه، اللي هو يا جماعه انتوا مش لوحدكم، مشاكل كتيره جدا بتحصل مع الحما، علاقه الحما يعني، مع الخروج اللي انت بتسيبها في البيت وتنزل وتسيبها لوحدها، المشاكل اللي بتواجه كل الناس، مشاكل اللي انت كنت متجوز واحدة من محافظة تانية فكل اسبوعين بتسافر اسكندرية او كل اسبوع، الكلام ده كله بنوصله بس في هزار الناس ممكن تتقبله، ده بيحصل معايا بس بطريقة اللي هو مش هنطلع نتخانق مع بعض قدام الكاميرا، دي مهمة جدا. برافو. انا يعني بسمع لكم الكلام بس هنختبركم بقى عشان نشوف كل الحاجات اللي قلتوها دي حقيقية ولا لا. فهسألكم شوية اسئلة وكل واحد فيكم هيدي للتاني كام من 10 فيها. ماشي تمام. ماشي ماشي. عمر سلمى هقول لكم مجموعه صفات او يعني اسئله وكل واحد يدي للتاني كام من 10 فيها تمام. ماشي. مش عايزين غش وعايزين صراحه. ما تبصش عليا. وعايزين صراحه صراحه. ماشي مش مش عشان صالحها 10 من 10. لا لا ماشي. ما في حاجات ما ينفعش ده في 10 من 10 هتقضي نفسك في ده. ماشي. الذكاء. يلا ما الذكاء. خليك صريح عادي على فكره، ما هو مش كلنا عباقره يعني، كل واحد ليه نسبه معينه. النشاط، بيتحمل المسؤوليه، منظم ومرتب، قدرته على التعبير عن المشاعر. انت عمال فيري فيري انترستينج والله، عمال تضرب فيها جامد. لا لا اسئله عجبانيه قوي والله. بيعترف بغلطه بنسبه كام من 10؟ الاسئله دي مش حلوه. صوته حلو هو بيغني، دي حاجه عاديه. هو واضح من صوته ما شاء الله انه جميل. انا لو غنيت لك هتمشي. ماشي. كل واحد بقى يكتب صفه نفسه يشيلها في التاني من التاني، حاجه حلوه، حاجه حلوه كان الطرف التاني بيعملها في بدايه علاقتكم ولما اتجوزتوا خلاص ما بقاش يعملها جدا. هديه نفسه التاني يجيبها له. ينفع اكتب هديتين؟ براحتك. ماشي هاتوا بقى نعرف الاجابات. في الذكاء هو اداكي 5 من 10. ماشي انا اوريك افريج. ده حلو.
لا انت كده هتروح معانا النهارده. فكره ذكيه لان هي مديك 10 من 10. يعني هو مهندس طبعا معروف ان المهندسين من اذكى خلق الله. لا انا كده الموضوع مش عاجبني. بس حقانيه صح. بصراحه هو ذكي جدا. هو ذكي جدا. كويس. في النشاط هو مديكي 9 من 10 بيصالحك في النشاط. برافو. بتصحى بدري وبتجهز كل حاجه. هي مديك 1 من 10 في النشاط. زيرو. كنت عايز اكتب زيرو. حمام المسلاوي مديكي 3 من 10. ايه ازاي يعني؟ لا رد بجد ازاي. المسؤوليه يعني فاهمه. ايه انت اصلا مش عارف يرد. عبر على جواك. مش عارف يرد. لا عادي يعني. هي بحسها معظم الوقت بنتي. انا اللي باخد بالي منها. انا اللي بشيل المسؤوليه. انا بشيل التفكير للمستقبل. بشيل كل حاجه. وهي يعني بنوته يعني. بنوته ماشي. بس المهام اللي هي موكله بيها بقى كزوجة ولا تعملش. لا. غسيل ومش هي اللي بتغسل. طبيخ ومش هي اللي بتطبخ. سواقه ومش هي اللي بتسوق. توصيل ومش هي اللي بتوصل. ساعات يعني ساعات كتير يلا يا سلمى نعمل الكويشنز انسرز بتوعنا. لا. يلا يا سلمى. طب تعالي صوري فيديو يا سلمى. مش قادره فاهم. فيعني بس هي حقها يعني. المفروض البنت ما تشيلش مسؤوليه غير لما تخلف بقى. فانت معبلها كل حاجه وشايل لها كل حاجه لغايه لما تخلف. قول له انا عايز اصدق بقى. انت اللي هتشيل العين. انت لو غيرت شكلها كده. لا خالص. هتجيب لي اخوها. بس هي بقى مقدره كل ده ومديك 10 من 10. ايوه بصراحه يعني. والله مرتب ومنظم. هو مديكي 9 من 10. لا غلط. المفروض اخد 10 اوت اوف 10. والله هو حقاني. بس هو واضح كده ان هو حقاني بصراحه يعني. هي مديك زيرو. زيرو نظام بجد. هي عشان مره مفيش نظام خالص. لا بخش مفيش نشاط. كل حاجه نايما ومش هي مسؤوليه. ازاي؟ لا 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 في الحاجات دي لا. عمر زيرو نظام. مفيش حاجه اسمها نظام اصلا. قدرته على التعبير عن المشاعر. هو مديك 10 من 10. ماشي صح. دي اي حاجه. طب ده هي كويس. وهي مديني 1 من 10. هي مديك 1 من 10. انت شفت؟ لا والله انا عارف. يعني عمر ما بيعرفش يعبر خالص. بيعترف بغلطه بنسبة كم من 10؟ دي حاجة. ده سؤال مهم. وانت واضح ان انتوا يعني ايه متساويين. هي مديك 5 من 10 وانت مديها 5 من 10. نايس. اوكي شاطر. صوته حلو. هو بيغني. اوبا. هو مديكي 9 من 10. صوت حلو جدا. انا كنت مستغرب برضه. يعني انا بقفر قوي يا عماد. بس انا بجد بحب اغني وصوتي وحش قوي. بس انا بحب دايما بعد كده. هو بيحب يسمع صوتك. هي مديك زيرو طبعا. صوته وحش جدا. احنا بنخاف منك على الانستجرام. وبيجبرني اقعد اسمعه يعني لما بيغني. والله صفه كل واحد نفسه يشيلها من التاني. تمام. هو بيقول لك ارجوك شيلي النكد. انا مش نكديه بجد. بجد لا انا فعلا مش نكديه. 100%. والله انا نكديه. يس يس. حتى وانتوا في الاسئله اللي هي بتبقى يعني مش مرتب لها قوي يعني تبقى ردود افعالكم حقيقيه. مش بيبان ان هي نكديه. اقفل بس الستوري شوف اللي بيحصل. انت جميله في كل حاجه وعادي نكديه. ايه المشكله؟ يعني ممكن كنا لسه في الغردقه من شهر ولا حاجه. سفريه نكد. لا عشان كنت عيانه. كنت تعبانه بس. ماشي. هي عايزه تشيل منك البرود. انا مش بارد. بارد جدا. انا بارد جدا. صفه كل واحد كان نفسه كانت موجوده في التاني وبطل يعملها دلوقتي. هو بيقول لك زمان كنت بتكبري دماغك. دلوقتي لا وقفله على كل حاجه. انا لا بجد. انت بتتكلم بجد؟ انت في ايه؟ زمان قبل الجواز اللي هو عادي عدي كبر دماغي مش مشكله. بعد الجواز بقى موضوع تكبير الدماغ ده انتهى قبل الفرح. هو ده كان رومانسي قبل كده اصلا يعني. انت هي بتقول لك رومانسيه. والله انت اصلا كنت رومانسي قبل كده. انا لغايه دلوقتي رومانسي خالص. زيرو بجد. لا مش زيرو. 1 من كام؟ من 10. الهديه كل واحد. الهديه اللي كل واحد نفسه الثاني يجيبها له. انت عايزه منه ايه؟ انا عايزه اغير الايربودز بتاعتي وعايزه ابل واتش. وانا الهديه بتاعتي بص بقى دي. جاهز؟ جاهز. في انت الهديه. يا سلام. دي حتى مسلسلاتي عارف الهديات. والله شفت. برافو. يا سلام. جديده ومختلفه. شفت انت الهديه والله. مش محتاج منك هديه. كفايه وقفتك جنبي وان انت بتصوريني كل يوم.
والنهاردة لا انت الهدية طبعا مش عايز منك حاجة والله. طب راجل رومانسي وجميل اهو. شفت؟ يعني ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. ربنا اه والله بتحسن. في رأيكم بقى يعني ايه اكتر حاجة تخلي البيت ما بين اي قبل كده وحياتهم تبقى حلوة وسعيدة ويعني وتبقى الحياة لطيفة ما بينهم؟ ايه الحاجة اللي بتساعد على ده؟ التراست والحب. يكون ما بينكم ثقة متبادلة لازم طبعا. والحب يعني لازم يبقى في حب. يعني ان انت بتبقى كينة على اللي قدامك ان هو ما يزعلش او هي ما تزعلش او هو ما يزعلش. والاحترام ده رأيي يعني. عمر عنده الحاجات دي جدا بالنسبة كبيرة جدا 100% جدا. عمر مش عايز اقول نصيحة تقولها لأي قبل يعني عشان يعني احنا لسه شباب بنجرب يعني مش بنجرب يعني بنحاول نكون التجربة اه بالظبط. بس قول كده انت شايف من واقع الفترة اللي انتوا ارتبطتوا فيها ومتجوزين فيها ايه الحاجة اللي فعلا ممكن تحافظ على اي بيت او علاقة ما بين اي قبل يعني؟ حاجات كتيرة قوي 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 مش عارف اقول ولا بقولش يعني. حاجات كتير قوي لازم تبقى ما بين الاثنين. لازم يبقوا منقيين بعض كويس قوي 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 لازم عشان الجواز موجه يوم فوق يوم تحت يوم فوق يوم تحت. ف لازم يبقى فيه كده كذا حاجه كده ما تتكسرش. انا في مثل كده انا عايش بيه ورقة البامبو دي أقوى ورقة في العالم. لو جيت قطعتها لو جبت مين ما عرفش يقطعها بس لو جبت مقص وقصيت حتة صغيرة منها ممكن البيبي يروح قطعها. فهي الجواز كده لو في مشكلة حصلت والمقص ده قص العلاقة كده كده أي حاجة هتيجي تروح قطعها. مشاكل كبيرة زي الضرب الشتيمة اللي انت تقول كلمة طلاق انت تضرب من البيت او تسيب البيت ان انت تخون دي المقصات اللي في العلاقه. لو بعدت عن المقصات دي الكبيره اللي هي عارف انت لو راجل خان الست مهما حصل هو المقص اتقص حتى لو رجعت له الكلام ده كله. فاي حد متجوز بقاله سنه او بقاله 10 سنين لو حافظ على المقص اللي هو ما يقصش العلاقه كل حاجه سهله. مشاكل بتبقى اخرها ايه يعني اتأخرت بره ما بتهتمش بيا اي كلام يعني فاهم اي كلام. بس المقص ده انا بحاول قد ما اقدر ما اكسروش ما ينفعش. الله عليك يا صبري بجد very deep. الله على فكره قمر يقول الكلام ده والله. طيب هي قالت دايما الثقه واللي انت بتديها كل حاجه يعني هي مثلا احيانا من وراك بتبص على الموبايل او ما اعرفش تشوف الانستجرام بتاعك كده ولا انت اصلا مفيش ما بينكم الكلام ده؟ هي عارفه 100% ان انا عمري ما هبص لبره وعمري ما يعني هاخدها عمري ممكن بهزر كده لا 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 انا عارفه اخره. لا لا ايه اخري دي؟ يعني عارفه اخرك. لا يعني عارفه اخرك في الحته دي بيبقى هزار بس هو عمر مش بيتكلم بجد فيها فاهم؟ لا 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 مستحيل. مريحني قوي في الحته دي الصراحه. بيجي لي اوفرات يعني انت خد بالك. لا بتتبعهم اول باول. لا والله انا سلمى مش عمر. لا لا بس هو بجد هي معاها الباسورد بتاعك ومعاها كل حاجه. ايوه بس انا معايا الحاجه مش عشان انا عايزه ادخل على الحاجه او مش انا اصلا طالباها منه. لا بجد يعني هو كان فاتح عنده الاكونت عندي عشان ممكن انا مثلا هو بيعمل حاجه فانا انزل له حاجه لو طلب مني او حاجه كده. لكن انا هو مثلا يبقى نايم وامسك موبايله وافتحه عمره ما اللي انت لسه قايل عليها ان هي اهم حاجه. عمري بجد من ساعه لما اتجوزنا عمري مثلا ما فتحت موبايله وهو نايم لا خالص مش ستايلي يعني. انا مش مع الخيانه خالص. انت بتاذيها لو هتخون ما تتقفش يعني. لو هتخون لو انا مش ليا انا لا انا جاي تقول لي بس خون بس ما تقولش. اول فيديو عملته اصلا شهر اللي هو نفسك في ايه نفسي اخون من غير ما تقفش شويه كده فاكره. لا بس لا الخيانه دي صعبه جدا يعني. انت اصلا علاقتكم لما بدات كانت علاقه كده ستيبل ولا كان احيانا بيحصل بينكم مشاكل في البدايه وبتسيبوا بعض وترجعوا والكلام ده؟ عمر ما سبتنا بعض حتى وانتوا مخطوبين. المقص هي ابتدت خلاص لا يا الحمد لله. لا عمرنا ما كنا من الشخصيات اللي بنسيب ونرجع ونسيب. لا حصلتش الحمد لله. لا ما ينفعش يعني ده ما يبقاش اوبشن يعني. بقول لك المقص ده لو تمكن منك هتبقى البانه اي خناقه يلا نسيب بعض. ما ينفعش. ممكن الخناقه
تنزل تمشي تخرج مع اصحابك ترجع اسكندريه لاهلها تروق دماغها ما حصلتش يعني بس انت فاهم يعني صح. انا الحقيقه مبسوط جدا ان احنا قعدنا معاكم النهارده واتكلمنا بصراحه وكانت فرصه ان احنا نعرفكم اكتر عن قرب كمان ونتمنى دايما ربنا يديم ما بينكم الحاجات الحلوه اللي احنا سمعناها دي ويحفظكم ودايما تمتعونا بقى بالفيديوهات بتاعتكم ان شاء الله اللي اكتر مستنيين منك اكتر. انت بتقدم محتوى احنا بنحبه لانه بيحترم محتوى بيحترم الناس طبعا وبيحترم السن اللي بيتفرج عليك سواء كان ناس كبيره او شباب او حتى اطفال وليك هدف من وراها يعني فنتمنى ان انت تبقى عندك طبعا. منه كتير ان شاء الله انت وصاحبك. انا عايز اقول لك قبل ما نخلص كده انا بؤمن وبقول ان اي واحد بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا بلوجر انفلونسر كونتنت كرييتر صانع محتوى انا بقول الراجل ده اللي بيطلع ده وظيفته هو شغال عند الناس اللي بتتفرج عليه الناس اللي بتتفرج عليه كل واحد فيهم مديره فهو لازم يبقى على اكنه بيتعامل مع مديره بالظبط ما ينفعش يعمل حاجه ضد القيم والاخلاق والمبادئ بتاعه المجتمع تماما وما ينفعش يطلع يلعب في دماغ اللي قدامه ويأثر عليه بطريقه سلبيه عشان دول الناس اللي يعني انت بسببك بيدخل لك انكم فطالما انت يعني شغال عندهم دول مديرينك تحترمهم هي دي ده لازم. برافو عمر شكرا ليك ربنا يخليك يا سلمى نورتونا هنروح جيم مع بعض بقى ان شاء الله مع بعض لازم ان شاء الله شكرا ليك شكرا شكرا ليك والله شخصيه اللي انا فعلا ممكن يا باشا يا حبيبي منور يا بابا يا لهوي عبد الله سلمى عبد الله او سلمى المنيري افكر ازاي قول لي المشكله فين لا لا اكمل ولا احنا واقفين ولا ايه انا عايز العريس كله خناقات عايزين الحلقه تخلص بالخناقه لا اقول في اول سنه طب الدنيا حلوه مين اكتر حد بيساعدك في صناعه المحتوى ده مفيش انت لا 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 برميها لك سلمى اللي بتعمل كل حاجه مفيش مين اكتر واحد بيساعدك في صناعه المحتوى سواء بقى الافكار او التصوير او كده سلمى بجد والله قوي